وصلنا لعروض سيد عيساوي، عروض خارقة، قوة غير طبيعية، يحمل الأكياس الثقيلة للحديد وأيضا يقوم بسحب السيارات لمسافات بعيدة. أشياء غريبة، أنا أتمنى إذا كان في هال تبعدونهم لأن فعلا أشياء غير طبيعية. نشوف مع بعض السيد عيساوي ونرجع من بعده. أنا لست بالمرأة الحديدية أو المرأة خارقة القوى، ولكن معانا اليوم سيد عيساوي، هو الرجل خارق القوى. سنتابعه في هذا التقرير، كونوا معانا. سيد عيساوي البالغ من العمر 21 عاما حضر من مصر إلى الإمارات ليقدم هذه العروض، حيث يقول: الخوارق قربتني إلى الله تعالى أكثر، لأنني كنت أحلم منذ طفولتي في أن أصبح متميزا عن الآخرين. سيد، أريد أعرف من متى بدت عندك هاي الحركات اللي هي نعتبرها طبعا خارجة عن إرادة الإنسان، ويتحمل أنه قوى خارقة بضمن عضلاته، وأريد أعرف التدريبات اللي تتدربها يوميا عشان أنه تكون بهذا المستوى من القوة. هو الحمد لله بفضل ربنا في الأول، يعني لأن أنا دعيت ربنا أن أنا أكون مميز بقوتي، والحمد لله أنا كنت أساسا بتمرن كمال الأجسام وعملت بطولات في الناشئين في مصر، وبعدين ما كنتش حبيبها، فدعيت ربنا ان انا اتميز بقوتي وتميزت بعروضي. يعني بعمل عروض مش قديمه، بعمل عروض كلها جديده، وربنا يكرم ان شاء الله. انا ناوي انط من طابق 30، لان انا اقصى حد انا كنت من طابق 12، وناوي اصارع اسد، وناوي انضرب برصاص في بعض مناطق من جسمي، بس لو توفرت لي الرعايه. يعني هذه الحدايد اللي دخلت بجسمك ما شفنا منها دم، ليش؟ والله بفضل ربنا، يعني وفي دكاترة بتحتار كده، بس هو بفضل ربنا. إن ما ترونه أمامكم ليس سحرا أو نوعا من أنواع الخدع البصرية، ولكنها حقيقية. فهذا الشاب سيد عيساوي يقوم بالعديد من الاستعراضات الخارقة التي صارت تميزه بين أبناء جيله. طيب سيد، متى اكتشفت هذا الموضوع انه السيارة تدعسك تمر من فوقك وما تتأذى؟ اولا انا ما كنتش بشوف شخص بيعمل كده، لان انا عملت الحاجات دي برغبتي، انا ما انبهرتش بشخص معين عمل الحاجات دي وبعدين انا عملتها زيه، لا. انا فكرت في يوم اعدي عربية من عربياتنا، دعيت ربنا ان انا اطلع منها سليم، وكانت في اول عرض ليا بيبقى مفاجأة، لان انا مش عارف ان كنت هطلع سليم ولا لا. وعديت سيارة من عربياتنا وطلعت كأن نملة بتعدي من عربياتنا. مصر ما لقيتش اهتمام غير في الجيش بس، يعني انا كنت بعمل عروض مع اصحابي وبس، يعني كنت بعمل عروض هوايات مش للناس وكده. كنت لدرجة ان انا وصلت لمرحلة ان انا كل ما اشوف اي مبنى اطلع نص من عليه هواية، حبيت كده. اشوف اي مبنى طابق 12 10 ادوار 8 ادوار اطلع نص من عليه، حبيت كده. كنت بجيب بعض من اصحابي وبعض من الناس الخاصة بي انا وكاميرا فيديو واحد بيصور واطلع اعمل عروض. سيد عيساوي يستطيع أن يجر سيارة بخنجر مغروس في جسده، لكنني فضلت أن يجرها بأسنانه، ويستطيع أن يجرها بذراعيه، كما يستطيع أن يصوم لمدة 34 يوما متواصل، حيث سبق وأن قفز من ارتفاع 12 طابقا وينوي 30 طابقا، لكن ليس أمامي، فإنني لا أتحمل ذلك بالتأكيد. يكفي أنه نام تحت هذه السيارة لتمر على بطنه، وهنا قلبي كاد أن يقف. اخترت دبي بالذات لأن فيها تقدم وكده، بس أنا بصراحة يعني أنا الشخصية اللي استفدت منها في الإمارات كلها، رغم إن أنا ماليش علاقة بيها، بس من سمع عنها ومن شوف تطورها وكده، هو الشيخ محمد بن راشد، بصراحة مش علشان أي شيء. من كل ما تقدم من سيد عيساوي، ألا يستحق رقما من موسوعة جينيس للأرقام القياسية والأعمال الخارقة؟